كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من جولات كاس الرابطه المصريه للانديه المحترفه ومباريات الجوله الثالثه، المباراه اللي هتجمع ما بين النادي الاهلي وذئاب الجبل فريق المقاولون العرب، المباراه اللي هتقام في تمام الساعه الخامسه على استاد الاهلي والسلام. بالامس طبعا النادي الاهلي كان ادى المران الاساسي والاخير على ملعب مختار التتش، واستمرار سياسه مستر بيتسو موسيماني في الاعتماد على قطاع الناشئين في النادي الاهلي والدفع بمجموعه كبيره جدا من الناشئين اللي شفناهم في مباراه الجونه في الجوله الاولى ثم مباراه الاسماعيلي في الجوله الثانيه، هيكون استمرار الدفع بسياسه الناشئين كان المران الاخير لفريق النادي الاهلي. ومستر بيتسو موسيماني اعلن التشكيل او اعلن القائمه اللي هتخوض احداث اللقاء، وزي ما قلنا استمرار الدفع بالناشئين مطعمين ببعض العناصر الاساسيه من فريق النادي الاهلي سواء كريم فؤاد، مصطفى شوبير، ومحمد محمود، مجموعه من اللعيبه. ويعني المران الاخير مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين على الدوافع واتكلم على استمرار الاداء الجيد، وهو كان اشاد بروح لاعب النادي الاهلي وروح المجموعه من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وقال لهم الفرصه بقت متاحه امام الجميع، انا بنفسي بنزل قطاع الناشئين وبتابع كل المباريات، واعتقد ان انا صدقت في وعدي معاكم لما التقيت بيكم في اكثر من مره وقلت لكم انكم قريبين جدا من المشاركه مع الفريق الاول. عقب المران كان مستر بيتسو موسيماني طبعا اعلن القائمه، والفريق يعني توجه الى المعسكر للمبيت باحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه اللي هيستضيف احداث اللقاء. طبعا من المقرر النهارده ان يدير طاقم تحكيم في هذا اللقاء بقياده الكابتن نادر قمر الدوله، هيعاونوا هاني خيري ومحمد محمود لطفي والحكم محمد العتباني، اثنين على تقنيه الفار محمد الحنفي ومحمد التبعي. النهارده يوم لاعبي النادي الاهلي كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 9 ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1 والمحاضرة الفنية لمستر بيتسو موسيماني في تمام الساعة 2:30 ثم التحرك إلى ملعب المباراة. طبعا خلال المحاضرة الفنية مستر بيتسو موسيماني وكلامه والتحضير النفسي مع اللاعبين وطبعا السياسة اللي بينتهجها النادي الأهلي في الأونة الأخيرة، سياسة الاعتماد على الناشئين في المباراة الكأس الرابطة اللي أثبتوا كفاءة وأثبتوا قوة قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وده الدور الكبير جدا اللي بيلعبه يعني سياسة لجنة التخطيط في النادي الأهلي بالتعاون مع القطاع الناشئين والمستر بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ بدات تؤتي ثمرها. خلال المحاضره مستر بيتسو موسيماني اتكلم برضو ان فريق المقاولون العرب واحد من الفرق القويه جدا، واحد من الفرق اللي بيقوده جهاز فني بقياده الكابتن محمد عوده، طبعا هو بياتي في المرتبه الثالثه برصيد 3 نقاط، النادي الاهلي الرابع برصيد 2، مباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي قادر النهارده يحقق الانتصار على فريق المقاولون العرب وتكون خطوه مهمه للنادي الاهلي ان شاء الله نحو تصدر المجموعه. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي.